السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا أكتر من 1000 فيديو على مزايا الذكاء الصناعي واستخدام الذكاء الصناعي وكلام جميل جدا. ايه المشاكل اللي ممكن تنتج من خلال التقنية ديت؟ اي تقنية بيبقى ليها حاجات مزايا ولا عيوب. حتى السيارة ممكن تعمل حادثة مثلا، وكذلك الطيارة. فنبدأ ازاي ان احنا نشوف المزايا والعيوب ونقارن بينهم ونبدأ نشوف هل فعلا تستاهل ولا لا، ولو المشاكل دي موجودة ازاي ان احنا نتخلص منها، لان هو شر لا بد منه. يعني ما نقدرش نوقف التعامل مع الذكاء الصناعي، ما نقدرش نوقف تطوير الذكاء الاصطناعي. مفيش دول في العالم هتمضي وتوقف، لان الدول التانية هتتبعها. ممكن حد تحت السلم، ممكن دولة محدش يعرفها، هتبقى عاملة زي الأسلحة النووية كده، محتاجين مراقبين دوليين عشان نشوف استخدامها ايه. وفعلا الذكاء الاصطناعي تم استخدامه في صناعة القنبلة النووية مثلا، تمام، تم استخدام الذكاء الاصطناعي في القصص ديت. وكان بداية استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب العالمية التانية، فهو حاجة أساسية في الحروب. طيب تعالوا نشوف المخاطر السياسية اللي ممكن تنتج من الذكاء الاصطناعي. عندنا مثلا تأثير على الرأي العام والتلاعب بيه. ممكن أثناء انتخابات تقدر تفبرك صور، تقدر تفبرك فيديوهات، فالشخص ده يسقط تماما من الانتخابات. ممكن فعلا تعمل فيديو محدش قادر يكتشف حياته من زيفه، ويتم تغيير الرأي العام تماما. ممكن تعمل توتر للعلاقات الدولية وتعمل حروب بين الدول. ممكن تكتشف ثغرة تدمر الشبكة مثلا بتاعت دولة تانية. ممكن تخلي قوة وسلطة في ايد الشركات العملاقة والدول بتاعتها. مثلا اكتر دول بتستثمر فلوسها في الذكاء الصناعي امريكا والصين، وممكن اسرائيل بعد مثلا رقم 5 او 6. فدي حاجة خطيرة. الدول العربية بعيدة جدا عن القصة ديت، فلازم يبقى فيه استثمار اكتر في الموضوع الذكاء الصناعي. من ضمن المخاطر برضو ان امكانية تسريب المعلومات الحساسة والحرجة. طيب من ضمن المخاطر الاقتصادية البطالة. كل الناس بتسأل السؤال ده اساسي، هل الذكاء الصناعي هياخد الوظيفة بتاعتي ولا لا؟ يعمل لك مشاكل في اسواق المال والقطاعات التجارية، يبقى في احتكار اقتصادي ومالي شركات الذكاء الاصطناعي، يبقى الفجوة الاقتصادية والفجوة الرقمية بتزيد بشكل بشع. يعني اللي معاه ذكاء اصطناعي خلاص بيبقى عنده قوة، وبيبقى في طفرة بينه وبين الناس اللي تحت اصلا. طيب بالنسبة للمخاطر الاجتماعية، فيها الوسف فكرة الذكاء الاصطناعي. في ممكن حد يقعد يعمل محتويات ضالة ومزيفة ويعمل مشاكل بين العائلات والأسر. ممكن ناس تعمل محتوى بقصد الإضرار ويعملوا مشاكل. ممكن الذكاء الاصطناعي برضه هيأثر على العمليات التعليمية ومهارة التحليل والإبداع. في مشاكل في موضوع الاستقرار الأمني والنفسي. طيب نخش على المخاطر التقنية. الأمن السيبراني ممكن تلاقي فيه هجمات شديدة معمولة بالذكاء الاصطناعي، لدرجة إن أنا جالي إيميل قبل كده من ياهو بيقول في ثغرة بتجيلك إيميلات باسم إنها جاية من الشركة بتاعت ياهو، واحنا مش عارفين الثغرة دي اتعملت ازاي، وبنخليك بس خد حذرك. في مشكلة انتهاك خصوصية البيانات للأفراد والمؤسسات. في زعزعة الثقة في المحتوى والهوية الرقمية. يعني لما الصور ده بتتفبرك وبشكل بشع في الريل تايم في نفس اللحظة، طب انت هتثق في ايه؟ انت بنطلب منك ان انت لا تثق في اي حاسة من الحواس بتاعتك. في برضه من ضمن المخاطر القانونية، مثلا لو كان مخاطر قانونية انتهاك حقوق الملكية الفكرية وانتهاك قوانين حماية البيانات وحقوق الإنسان والمنافسة العادلة. طيب في مخاطر بيئية. هو الذكاء الصناعي استخدمناه كتير في تقليل أثر الكربون وإن هو يوجد له حلول، لكن هو أصلا بسبب مشاكل في التلوث البيئي من خلال ان هو بيستهلك كمية كبيرة جدا من الطاقة عشان السيرفرات بتاعته تشتغل، وهدر كبير للمياه العذبة في تبريد الخوادم والسيرفرات ومراكز البيانات الداتا سنتر. فدي المشاكل اللي موجودة، المفروض كل مشكلة فيهم نبدأ نوجد لها حلول. يعني ممكن تبقى رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه أو بحث في كل نقطة من دول. ازاي يبقى في
حلول للمشاكل ديت، وليس ان خلاص لا ده غلط ان احنا نستخدم الذكاء الصناعي. لا، هي في مشاكل بنبدأ ان احنا نحلها، وكل نقطة من دول نبدأ حد يركز فيها ويبدأ يوجد لها حلول، بحيث ان ده ما يحصلش. يعني ممكن مثلا حد يعمل بدل انتفيروس انتي للتزييف، ان اي حد مثلا بيعمل تزييف الحقائق يبدأ ان هو يخلي باله. بمعنى لو في حد دور صورة، اول ما الصورة دي تيجي اوتوماتيك تيجي لك اشعار ان خلي بالك الصورة دي معمولة بالذكاء الصناعي، يجي لك مكالمة صوتية، مكالمة فيديو، يجي لك فيديو عادي، يبدأ يجي لك تنبيه خلي بالك ان هنا في حصل تزييف للفيديو او تزييف للصورة او تزييف للصوت. الكلام ده هيحصل قريب ان شاء الله. انا واثق ان هتطلع انت فيروس او انت الاي اي يبدأ ان هو يدينا تحذيرات لما يحصل اي مشكلة. فبالتوفيق، ولو ليك اي رأي اخر يا ريت تكتبه لنا في الكومنتات.